يا مصر ألف مرة. النهاردة أجواء أنا شايف لازم تكون احتفالية بمنتخبنا، ما بنقولش أي كلام. لا أنت غايب 3 بطولات، كون إنك توصل للنهائي يا إخوانا أنا شايف إن ده في حد ذاته إنجاز. أنا مش ساذج كإعلامي عشان أطلع أطالب رئيس الجمهورية إنه يحيي فريق مهزوم، لا أنا عارف أنا بقول إيه، ورئيس الجمهورية فعلا تواصل مع المنتخب المصري. بطالب رئيس الوزراء انه يكون في استقبال لعيبه مصر بكره، وبطالب ان الاتوبيس المكشوف يا ده لازم يكون موجود. خليني ارحب بضيفي النهارده اللي مشرفني، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ لطفي السعاني. مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. وخلوني ارحب بزميلتي الاعلاميه المتميزه داليا ابو عمر اللي كشفت عن شخصيتها. كنا قاعدين بنتفرج على الماتش، كرويه كرويه بنت كرويه، ابو عمر ده شكله برضه كان فاتح قهوه كده ومخلي الناس يقعدوا ومظبط الدنيا برضه. كان مدرب. كان مدرب. كان مدرب. مساء الفل. مساء الفل لطفي. مساء الخير يا استاذ محمد. السؤال الاول لازم يجي لك من ناقده رياضيه كبيره، داليا ابو عمر. اهلا بيك. احنا ما كناش متوقعين، عندنا سوبر كمان 5 ايام. تعتقد اتحاد الكوره شخصيا ما كانش عنده امل؟ هو الواقع اللي بيقول وفق الجدول اللي وضعه اتحاد الكوره ان هو ما كانش عنده امل ان هو يوصل نهائي، لان يستحيل هو يعني فنيا ونفسيا وبدنيا اللاعب المجهد لما يوصل نهائي ما ينفعش، لازم ياخد راحه فتره اطول. بالزبط. لكن يرجع على القاهره ثم يسافر الامارات ويلعب مباراه سوبر في الامارات امر صعب يعني للغايه تماما. انت بتقول ان اتحاد الكوره ما كانش متوقع ان احنا نلعب في النهائي بدليل انه خلى ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك في الامارات يوم 10؟ واتحاد الكوره مش انا اللي بقول ده، اتحاد الكوره اللي بيجاوب عن نفسه. اتحاد الكوره اوراقه ومواعيده هي اللي بتقول ان اتحاد الكوره لم يكن بخاطره ابدا ان تصل مصر للنهائي، وبدليل ان هو وضع ماتش السوبر في توقيت ما بعد نهايه البطوله ب5 ايام. ده دليل ان هو مش عامل حساباته نهائيا ان انا عندي ان انا ممكن اوصل للنهائي. معانا على التليفون الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره السابق ورئيس الاتحاد اللي حقق البطوله الافريقيه. كابتن سمير زاهر مساء الفل. هي مش بطولة افريقية، هم 4 بطولات. 4 بطولات انا اسف معلش. اصل النهارده بص الارقام كلها كنا عاملين احتفالية تانية يا كابتن سمير. يعني الارقام كلها اتغيرت. الارقام كلها ضربت في دماغنا النهارده. ازود هاخد 106. عايز اقول لك حاجه، هقول لك رايي. اللي انا شفته النهارده فرقه الكاميرون مش هي دي الفرقه اللي احنا شفناها. على فكره فرقه الكاميرون النهارده في اسوء حالاتها عشان تبقى في الصوره. احنا كسبناها كتير ولعبنا معاها كتير واخدنا بطولات كتير، انما النهارده ما دام هم وحشين يبقى احنا اسوء. يعني اكيد يعني في حاجه غلط في الفرقه. يعني النهارده لما الراجل كوبر احنا هنبتدي نصدق المقوله بتاعته ان هو ما بيكملش لحد النهائي. والله العظيم كل دلوقتي بيقول لك انه مرن في كل بلاد العالم ويجي لحد النهايه ويقوم ايه ما بيحصلش. انما خلينا نقول ايه، خلينا نبقى متفائلين ونقول يا جماعه في حاجه اهم وهي كاس العالم. نعم. وهم يعني بداوا الوصول لكاس العالم، فانا شايف ان احنا اي نعم الشعب المصري زعلان، انا متاكد ان الشعب المصري زعلان. يعني انا ما اخدت البطولات دي انا كنت بمشي في الشارع والله يعني واحد يقول لك ايه يا عم انت عملت، يعني كنت فرحان وانا ماشي في الشارع. فانا هيعملوا ايه الناس؟ يعني حظهم وحش جدا، الفرقه وحشه قوي، الفرقه اللي احنا لعبناها وحشه جدا، ولازم احنا نقيم الناس بتوعنا اللي هم الفرقه اللي لعبت. يعني دي فرقه على فكره، ده فول تيم بتاعتنا دي. طب كابتن سمير، طب بعد اذنك كابتن سمير، لما يبقى السوبر اتحاد الكره محدد يوم 10 ونهاية افريقيا يوم 5، ده معناه ان اتحاد الكره ما كانش يتوقع يلعب في النهائي صح؟ والله عايز اقول لك حاجه، يعني انا عامر حسين ده اللي هو بتاع المسابقات ده راجل من صناعتي، يعني من صناعتي انا حبيبي يعني. فانا انا سالته على فكره عشان ايه اللي حصل وايه اللي حصل؟
انا لازم الناس تتدخل في الاوضاع دي باتحاد الكوره. يعني هو كل اتحاد الكوره كل تركيزه دلوقتي في كان في المباريات اللي هي اللي اتلعبت دي. خلينا نقول نستحمل ونبتدي من جديد ونبتدي نبص بقى الاهلي والزمالك والقصص اللي احنا اتعودنا عليها ونبتدي نوظف نفسنا لكاس العالم. وانا بقول لهنا مريدة يا هنا مريدة اسمع نصيحتي تعالى واقعد في اتحاد الكوره ونسيب بقى الاتحاد الدولي والافريقي والكلام ده شويه وركز مع اتحاد الكوره. كابتن سمير حضرتك قلت ان اداء المنتخب الكاميروني كان ضعيف جدا، طب ايه تقييمك لاداء منتخبنا النهارده؟ لا خلي بالك انا لما بتفرج على الماتش كله وشايفه ببص اداء الكاميرون رخيص جدا. اللعيبه ما عندهاش مهارات يعني اللي حصل فينا ده دمار والله دمار ان هم الفرقه دي تكسب منتخب مصر مهما كان. يعني هم منتخب مصر ناقصوا ايه؟ ناقصوا محسن ده ما فيش حد تاني. نعم. في حد ناقص في منتخب مصر؟ مروان محسن. مروان محسن. رمضان محسن كابتن لطفي السعان معاك يا كابتن سمير وعايز يسالك عن حاجه. مين ده؟ لطفي السعان. لطفي ازيك يا لطفي؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك خليك؟ وحشني. ربنا يخليك يا كابتن سمير، ربنا يخليك. احب كلامك انا بقى اسمع. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. الظروف اللي احنا مرينا بيها في غياب ثلاث نسخ افريقيه ورا بعض وبنطلع النهارده بنوصل نهائي مع اول عوده لينا بعد غياب ثلاث نسخ كامله، ده انجاز في حد ذاته يا كابتن سمير ولا ده نقدر نقول عليه مش كفايه؟ لا مش انت عارف المصريين طماعين. لا الانجاز مش مكانها، الانجاز النهايه، يعني لازم يبقى فيه نهايه يبقى فيه انجاز. ما حصلش نهايه نقول والله ايه كتر خيركم متشكرين يا جماعه. واخد بالك؟ ونقعد في نادي دجله صالوتي ونقول الكلمتين دول. كابتن سمير شخصك واقول لك انت زعلان من هنا بوريدة ولا ايه؟ انا هنا بوريدة حبيبي. ما خلينا برضو نقول للفريق انت 100 برضو خدت مركز تاني. لا هو هنا بوريدة ماله؟ هو هنا بوريدة هو هيلعب. هنا بوريدة الراجل عمل كل حاجه عشان النجاح، بس ربنا ما اراد هتعمل ايه؟ وبعدين هقول لك حاجه، انا بريد عمل حاجه ما حدش عملها. ايه؟ الوصول اللي هو الخطوه الاولى بتاعت كاس العالم دي. نعم. ما حدش يعني لو راح كاس العالم اهم من كل البطولات الافريقيه. لو كنت مكانه كنت هتغير كوبر بعد البطوله دي؟ لا ما غيروش. علشان الفال النحس بتاع 13 نهائي وكده؟ لا ما غيروش، ما ينفعش يتغير. هو على فكره اكيد انه هيبقى محبط. اكيد ان هو هيبقى محبط، انما لازم اسنده واعمله مباريات حبيه ولازم يبص لكاس العالم هاني، لان هاني حسيته بقى دولي وافريقي. نعم. ونقدر نكمل فيها. نعم. انا بشكرك كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره الاسبق صاحب اربع بطولات، هم الثلاثه بتوع حسن شحاته فكرني. 89 بوركينا فاسو. و2006 حسن شحاته، و2008 حسن شحاته، و98 2010 بتوع 98 بوركينا فاسو، و2006 3 حسن شحاته. يعني طبعا مكتوبه له يعني. طبعا عامل رقم برضه الكابتن سمير. بس ايه رايك في كلامه ان كان لازم نفوز في الماتش لان الكاميرون كانت وحشه؟ هو الانجاز دايما بيتقاس بالرقم. هو الكاميرون وحشه واحنا مش احسن. يعني احنا مش احسن، احنا ربما يكون الحماس غلب علينا في البدايه، لكن خلينا مقتنعين تماما ان احنا عندنا حاله من الاجهاد غير عاديه. اجهاد طبعا. احنا يعني من بعد دور التمهيدي واحنا عندنا حاله اجهاد غير عاديه. عندك 5 مصابين مره واحده، البدائل اللي عندك ضعيفه جدا. انت عشان تنزل حد النهارده انت حافظ مين اللي هيخرج وعارف مين اللي هينزل. ما كانش عندنا بدائل، ما عندناش بدائل في حراسه المرمى. حدود عندك بره عندك. نعم. ما فيش مجال للراجل ان هو يجيب حد تاني، خلاص الموضوع قفل عليه بهذا الشكل. الاجهاد بدا يظهر في الشوط الثاني ايضا على منتخب الكاميرون، لان المنتخب الكاميرون برضو من لان هو بيلعب بنفس الطريقه بتاعتنا، هو برضو تامين دفاعي واعتماد على المرتد. نعم. الطريقتين متشابهتين تماما في مصر والكاميرون، ما فيهمش اختلاف كبير. لكن هما بيتفوقوا سرعات اعلى، لياقه بدنيه اعلى، قوه جسمانيه اعلى، عندهم اصرار انهم
ينافسوا على بطوله، لان الجيل ده اختلف عن الجيل اللي كنا بنلعبه قبل كده، وايضا الجيل بتاع منتخب مصر اختلف. انت معندك اللي عندك باقيين من الجيل القديم اربعه، الحضري، احمد فتحي، المحمدي، محمد عبد الشافي، هم دول الاربعه اللي لعبوا قدام الكاميرون قبل كده في مباراه سابقه. عشان كده انا كنت من انصار ان احنا نقابل غانا، خلاص عرفناها وبقى كعبين عالي عليها، فمش هتمثل لنا اي خطوره، لكن خطوره الكاميرون ان احنا بنتعرف على بعض. انت جبت هدف مبكر اداك الثقه، هما انتفضوا بعد الهدف المبكر. طب انت شايف ان كان المفروض ان كوبر يعمل تغييرات اسرع او في وقت ابكر؟ والله يعني هو لو كان فاس كده كنا قلنا عليه زي الفل. لو ما لو اه لو ما فاس كنا هنقول ايه هيبقى في تغييرات، لكن لكن في ناس في برضه يعني في ملامح ان انها برضه كنا شايفين ان ممكن يغير. احمد حجازي كان تعبان، كان احمد حجازي تعبان، اريح احمد فتحي، انزل عمر جابر، يعني في بدائل برضو كان يجب انها تتم يعني بس. لكن هو في النهايه يعني هو اكيد هو واقف على الخط مدرك تماما ان اللي في الملعب افضل من اللي بره. يعني دي نقطه اساسيه، لانه عايز يكسب في النهايه، ما ننساش ان هو عايز يكسب طبعا، لانه في النهايه عايز يترجم ان المقوله اللي بتقول عليه العبقري المنحوس خاطئه، وان هو بس اتاخدت النهارده. طيب انا عايز اقول لك يا كابتن لطفي ان الاتحاد الافريقي اختار دلوقتي كابتن عصام الحضري احسن حارس في افريقيا في هذه البطوله. هبدا كده بتقييم اللعيبه انا وداليا ابو عمر، تدي كام لعصام في هذه البطوله؟ عصام الحضر ان يعني هو مش حد بياخد 10 من 10 ومش حد بياخد 9 من 10، لكن لازم اديله 8. اديله 8 عشان عصام الحضري النهارده بقى حارس عالمي. لازم نبص للموضوع ده ان بقى حارس عالمي. طبعا سعره في السوق كان قبل الماتش 200,000 يورو. وصل كام بقى دلوقتي؟ لا هو مش هيزيد عن عن السعر ده. ليه برضه؟ لان اعتبارات السن مهمه جدا. طبعا عصام 44 سنه. محمد فيسيولوجية اللاعب وهو عنده الثلاثينات غير الاربعينات تختلف تماما. الناس كانت شايفه عصام الحضري وهو بيصد الكرات شايفه ان هو يعني مكسر الدنيا، لكن مفيش حد ياخد باله ان عصام عنده اجهاد غير عادي طبعا، وهو بيتحامل على نفسه بشكل كبير جدا عشان يكمل، بدليل الكرات اللي مش قادر يطلعها على اليمين ولا على الشمال كان بيضربها بايده بس عشان تبعد بعيد، لكن لانه مش قادر جسمانيا ان هو يكمل. لكان في النهايه روح الاصرار عنده كانت عاليه. تديله كم من 10؟ اديله 8 من 10 ودي اعلى درجه ممكن. 8 من 10. 8 من 10. شايف ان عصام لازم ناخده قدوه للشباب، ان ده في 44 سنه وعنده اصرار شديد جدا، وهو داخل المنتخب ويعلم تماما انه الحارس الثالث في منتخب مصر وليس الحارس الاول، وان يصبح الحارس الاول في هذه البطوله. نعم. ويشارك في جميع مبارياتها، فده انجاز بالنسبه لعصام. اتمنى ان احنا نحول الايجابيه اللي عند عصام الحضري الى حاله في مصر مستقبلا. معانا مداخلة من كابتن أحمد حسن مكي مهاجم منتخب مصر السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك مبسوط بأداء المنتخب؟ برحب بالضيوف اللي موجودين دلوقتي. انت شفت الماتش فين يا كابتن أحمد؟ معاك محمد علي فين؟ والله أنا كنت قاعد مع ناس صحابي، كابتن أحمد رؤوف، كابتن أحمد حمودي، كابتن محمد أبو جبل، يعني ناس صحابنا برضه لعيبة كورة يعني. ايه رايك في اداء المنتخب النهارده يا كابتن؟ والله بص، اداء المنتخب يعني ما اختلفش عن كل ماتش، انا شايف نفس طريقه اللعب، نفس التكتيك بتاع الماتشات اللي فاتت، بس طبعا انا شايف ان الاجهاد باين على اللعيبه بعض الشيء. اللعيبه طبعا ربنا يكون في عونها، بقى لهم فتره عليهم ضغط كبير وبيلعبوا ماتش كل يومين او ثلاث ايام، فاعتقد ان اللياقه البدنيه والعامل البدني هو اللي خلى الكاميرون تفوز النهارده. يعني احنا معانا الناقد لطفي سعان عاوز يسالك. يا ترى انتوا قاعدين انتوا الثلاثه تتفرجوا على الماتش، مين كان نفسكم مين يغير يا كابتن احمد؟ ايه التغيير اللي كنتوا تتمنوه يعني ان كوبر يعمله في الشوط الثاني؟ والله يعني انا حسيت ان عبد الله وعمرو ورده لما جاله الشد كان لازم في الوقت دوت حد منهم يطلع، وكان لازم رمضان صبحي ينزل،
بدل تريزيجيه، لأنه شايف تريزيجيه كان بيدافع بشكل كويس مع أحمد فتحي، كانش يعني كنت شايف إن هو كان وجوده في الملعب كان هيفرق مع المنتخب. تمام. طب بالنسبة لعمر جابر، كان له دور في هذه المباراة؟ عمر كان ممكن طبعا، يعني عمر برضو ما شاركش ماتشات كتير، وإن هو كان هينزل هيأدي بشكل كويس، لأن هو طبعا ما لعبش كتير، فهو هتلاقيه جاهز بدني، هتلاقيه جسمه فايق، كان ممكن يعمل لنا شكل في الناحية الهجومية، لأن عمر بيلعب ممكن يلعب في نص الملعب ويطلع قدام مع محمد صلاح من تحت، فكان أعتقد إن هو اللي كان برضه عمر كان ممكن يسحب الفرقة يعني بلغة الكورة كده لقدام يعني. كابتن أحمد حسن بشكر حضرتك. داليا نرجع بقى للطفي السعان، إحنا خدنا 8 على 10 في الحضري. أوكي. طيب هو عمرو ورده دلوقتي برضو طلع تصريح بيقول كان نفسنا نسعد الجماهير المصريه بس ربنا ما ارادش، ونتمنى ان الجماهير ما تهاجمناش. تقييمك لعمرو ورده؟ عمرو ورده يعني دي موهبه كانت مختفيه عننا من زمان، هو اثر في حق نفسه فترات طويله، الفترات اللي قعدها في الناشئين الاهلي ما فاقش غير لما تم اعارته للاتحاد السكندري، ورجع من الاتحاد السكندري راح على اليونان، وبعدها وقع مع باوك قبل البطوله مباشره. انا شايف ان هو موهبه كويسه بس محتاجه وقت عشان يبقى فيه ثقل لها بشكل كويس جدا، ويخلي باله من نفسه. يعني اللاعب الملتزم دايما هو اللي بيحط نفسه على الطريق الصحيح، لان لو حطه قدامه محمد صلاح، لو حطه قدامه النني، لو حطه قدامه عصام الحضري، هيبقى لاعب مختلف، بس ينقصه الخبرات بس. هل وجوده في نادي يوناني أثر على طريقة لعبه؟ أنا عايز أقول حاجة، اللعيبة المصرية المجموعة دي كلها يا جماعة متأثرة بفكر كوبر. يعني عشان اللي هو إيه فكر كوبر؟ اللي هو فكر كوبر إن هو أنا طالما ما بتخش فيها جون أنا كويس، أنا كده تمام، لغاية ما يخطف جون المهم ما أخسرش. هو ده أسلوب كوبر في كل مدارس القديمة. بس عايز أقول ده كان واضح في بطولة أفريقيا، الاكثر دفاعا هم اللي لعبوا وصلوا لدور الاربعه، الاكثر دفاعا هم اللي وصلوا النهائي كمان، هم اللي وصلوا النهائي. الكاميرون نفس الاسلوب، الاثنين المدرستين اللي بيلعبوا على الدفاع هم اللي وصلوا النهائي. عايز اقول لك ان المنتخب المصري حصل ايضا على كاس اللعب النظيف، الروح الرياضيه واستلم الكاس كابتن عصام الحضري. وهرجع لداليا وهي بتقول لك ورده تدي له كام من 10؟ النهارده الاجمالي بتاع اللعيبه يعني ورده ممكن ادي له 5.5 من 10 في الماتش النهارده، ولا في توتال البطوله؟ لا في ماتش النهارده، في ماتش النهارده ما اقدرش اديله اكتر من كده، لان الارقام اللي هتبقى بعد كده اللي بعد كده اللي ياخدها الفائز بالبطوله، ما ينفعش الفريق الثاني ياخد اكتر من 5.5. طارق حامد؟ لا طارق حامد هايل، طارق حامد هايل. عمل ايه النهارده وتدي له كام؟ لا يعني هياخد له 6.3 من 10. معلش عشان الارقام احنا بنلعب فيها كتير. انت شايف ان انت كده اديت الحضري شكلنا رايحين لاعلى حاجه، اعلى حاجه الحضري، اعلى حاجه النهارده، اعلى حاجه الحضري. طب ليه محمد صلاح؟ محمد صلاح ممكن ياخد 7، ما ياخدش الثمانيه. صلاح ما ياخدش الثمانيه؟ ما ياخدش الثمانيه، ياخد 7. هو بيتكلم على ماتش النهارده ده ليه؟ يا جماعه لو لا، وهو قياسا ببقيه ماتشات البطوله، حتى لو صلاح بيجيب جون، يا جماعه انتوا مش حاسين ان صلاح مجهد وبيلعب غصب عنه؟ صلاح راجع من اصابه وبيلعب غصب عنه، يعني مجهد بشكل غير عادي. اللي بيقدمه صلاح ده نوع برضو من التفاني وانكار الذات، غير يعني نموذج بصراحه لازم يحتذى بيه، احترمه جدا. ان في صلاح ظروفه صعبه وهو بيلعب، محدش واخد باله ان صلاح راجع من اصابه وبيتعالج ومش قادر يلعب، لكنه دايس على نفسه بشكل كبير. الناس مفكره ان صلاح عشان بيجيب اجوان يبقى صلاح في حالته الفنيه العاليه، صلاح في غير حالته الفنيه. حتى نادي روما حالا قال له لا بأس من الخسارة، ما زلنا نثق فيك كبطل، يعني يا مومو يعني هم بيدلعوه يقولوا له يا مومو. فإن إن محمد صلاح يكون بهذه القدرة على الاستمرار من أول بطولة حتى نهايتها، فله كل الشكر والعرفان بصراحة. أنت كنت بتتكلم عن تقييمنا في وسط الأندية واتحاد الكورة الأفريقي. انا كنت عايز اقول ان منتخبات يعني واحنا كنا قاعدين وبيتفرج معانا كان عمل كده حاجه احصائيه كده، وشايف
لعيبه دخلوا الايه المنتخب وراثه ولا التوريث يعني في المنتخب يعني في المنتخب. طب انا قبل ما ننتقل للتوريث يعني قبل ما ننتقل للتوريث، احنا كنا في المركز ال 35 وتقدمنا 11 مركز وبقينا في ال 24 دلوقتي. التصنيف التصنيف بتاعنا ده انجاز رائع. احنا كمان تقدمنا على الكاميرا. انت انك تكون في ال 24 ده انجاز يا لطفي. اكيد طبعا. افريقيا احنا طبعًا. في المركز الاول والكاميرون في المركز الرابع. تمام. لان ده كله حسابات لسه كاس تصفيات كاس عالم. انا عارف بس الراحه جايه. ما انت بتاخدها شهر بشهر. بس دي حاجه كويسه طبعا ان انا النهارده بغير تصنيفي في العالم وفي افريقيا، ده موضوع تاني. لان انا كنت التاسع في يوم من الايام ايام الكابتن حسن شحاته. كنا التاسع. فاحنا يعني نأمل ان احنا نوصل للتاسع تاني. خلينا برضو نذكر الساده المشاهدين احنا كنا حاجه و60 في الثلاث سنين الاربعه اللي فاتت. طبعا كان كنا بعاد قوي. كان شكلنا وحش. فتوصل لل 24 تحيه برضو لابطالنا. مفيش شك. انا مش مع الاحباط الكامل، بالعكس انا شايف ان دي نقطه بقف عندها واكمل. انا ملاحظ استاذ لطفي ان انت مصر او شايف يعني، وانت طبعا الناقد الرياضي اللي متابع، ان اللعيبه فعلا دخل البطوله مجهده تعبانه اصابات يعني انذارات. يعني ايه ده؟ انا ما بكلمش يا داليا على الماتش النهائي، يعني هو بيكلمنا على كابتن محمد صلاح دخل البطوله خارج من اصابه. اول يوم عندك الشناوي يقع وشريف يقع منك والحضري يكمل. تلاقي كهربا بياخد له انذارين. عبد الشافي بيقع منك. يعني برضو حاجات كلها. احمد حجازي كان تعبان. احمد حجازي النهارده بيلعب. هو طب الكلام اللي قاله كابتن سمير زاهر ان الماتش ده كان لازم تنزل تخلصه. صح. وان الكاميرون ما كانتش بالقوه دي وكانت سيئه، الكلام ده صحيح؟ انا مش يعني مع احترام للكابتن سمير. انا لسه كنت بقول لحضرتك انا الافضليه بالنسبه لي كنت قابل غانا. خلاص انا حفظتها. بس هيبقى صعب بقى، انت غلبتها. مش كانوا ينتقموا مننا؟ مش هينتقم، بالعكس هو هينزل. كانوا هيكسرونا. هو هينزل متوتر. هيفوزنا. ان انت مخلصه عليه كاس عالم ومخلصه عليه في افريقيا، فبالنسبه له هيبقى نازل متوتر كتير. وكانت اسهل لنا وخلاص انت حفظت طريقه لعبها. انما احنا لسه بنتعرف على الكاميرون. لعيبه لاول مره بنواجهها، مدرسه مختلفه، مدرسه تدريبيه مختلفه، طموح مختلف عند الاثنين. لان طبعا في بعض اللعيبه من منتخب الكاميرون اعتذرت قبل البطوله لظروف ارتباطاتها بانديتها، ودول كملوا وقالوا وعدوا المدرب ووعدوا رئيس اتحاد الكره انهم هيقدروا يجيبوا البطوله ويلعبوا عليها بشكل كبير جدا، فحققوا هدفهم بشكل اكبر. لكن النهارده عشان اقول ان منتخب الكاميرون كنت انا اقدر اكسبه في اي وقت، لا، صعبه. صعبه لظروف كتيره، صعبه انا لياقه بدنيه ما عنديش، اصابات عندي كتير، مصابين، تشتيت ذهني موجود كتير طبعا. بس انت يا لطفي فرحتني كمنتخب وطلعتني الشوط الاول 1-0. ماشي، انا يعني طلعت كل اللي جوايا في الشوط الاول. ما قدرتش يعني الشوط الثاني. ما كانش بدري؟ ما قدرتش الشوط الثاني يعني. هي لو جت في الدقيقه الاولى بدري قوي. لو جت في الدقيقه 26 بدري قوي. لكن هي في النهايه طبيعي انك تجيب جون في دقيقه. ممكن في اول 20 ثانيه تجيب جون. وارد. لكن في النهايه الاحساس ان انا خلاص ركبت المباراه ده شيء صعب. يعني مع منتخب لعبتنا نزلت الشوط الثاني ما كانش عندها احساس انها ركبت الماتش. مش قادره. طب تعالى ناخدها بشكل ثاني لطفي. لو حسن شحاته هو اللي استلم الشوط الثاني كان هيعمل ايه؟ الكابتن حسن لو عنده بدائل بره كان ممكن يعمل ايه؟ لكن هو اللي بره. لا، ما احنا هي نفس الحاله. اللي بره نفس اللي بره زي اللي كان موجود اللي كده. كان هيعمل حاجه مختلفه. هيعمل زي كوبر. هيعمل زي كوبر. ما عندوش حل تاني. ما ده بنوضحه برضو للساده المشاهدين عشان يا داليا لا يجلدوا اللعيبه ولا يجلدوا المدرب. هيجلدوهم ليه؟ هو الكابتن حسن اعتراضه على ان الاسلوب الدفاعي اللي بيلعبه كوبر بس. ولكن هو الراجل مش معترض على كوبر شخصيا، هو معترض على ان اختلاف مدارس. الاختلاف مدارس الاسلوب الدفاعي. انا شايفه كده. كوبر شايف ان القماشه اللي عنده ما ينفعش معاها غير كده. فانا بتعامل مع القماشه اللي عندي، بكسب بيها، بحقق بيها انجاز. ما اقدرش انكر ان الراجل 60% حطني على كاس العالم. حتى هذه اللحظه. فانا لازم برضو اعظم له. ووصلك نهائي. ووصلني نهائي. لازم اعظم له. افريقيا. انا
لكن مسألة ان انا لازم اوصل واخد البطولة دي مسألة صعبة بنتمناها طبعا. لكن على ارض الواقع امر صعب بدليل ان اتحاد الكورة ذاته لم يكن يضع في حساباته ان المنتخب سيصل للنهائي. طيب السوبر، احنا شايفين ان المنتخب عندنا مجهد وعندنا اصابات، هل ده هيخلينا نشوف مباراة سوبر غير اللي احنا متوقعينها؟ اكيد، لان طبعا الاصابات كتيره جدا في الفرقتين فهيبقى هتبقى مباراه نمطيه، هتبقى مباراه نمطيه. الاهلاويه والزمالكاويه مش هيقطعوا مش متوقع زي الماتش اللي فات. لا 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 خالص، مش حاسس بيه باي حاجه، لان فيها في حاله اجهاد غير عاديه في الفرقتين، غير عاديه، وان لم يكن اجهاد فهتلاقيه اصابات. طب كمان يا استاذ محمد في نقطه مهمه جدا، ان انا باجي بعد ماتش بوركينا فاسو واقول احتفاليه خاصه في الامارات يوم 10 فبراير اللي هو بعد السوبر، وكرم كل لاعيبه المنتخب بمناسبه فوزهم بالبطوله. الاستباق هنا بيوقعنا، الطيارات اللي سافرت بتوقعنا. انا عايز اقول حاجه، هي ايه؟ هي تفرق ايه لما اسافر من دور الاربعه؟ وتفرق ايه التكلفه؟ بدل ما اسافر طيارتين اسافر طياره. بس هي الفكره دايما احنا مرتبطين بان احنا بنتعامل مع الحدث بالصدفة، ما احناش مرتبين لأي حاجة. معك حق. أنا عايز أقول لك بس يا كابتن لطفي السقعان الناقد الرياضي، إن كابتن أبو تريكة كتب تويتة، عايز أقول لك داليا أبو عمر شغالة على تويتر زي الفل وليها متابعين كتير، بس هو ده اللي كتبه كابتن أبو تريكة، بيقول شكرا لرجال مصر، كنا نود البطولة ولكن هي كرة القدم، قدمتم نموذجا في الاجتهاد والروح والعزيمه، نراكم في كاس العالم 2018 ان شاء الله نحن معكم. تعليقك. انا هقف عند الاجتهاد والروح والعزيمه اللي هو اللي احنا قاعدين نتكلم عليه بقالنا فتره، ان الاجتهاد والروح والعزيمه اللي كانت عند اللعيبه هي اللي وصلتنا للمرحله دي. لكن بدول ما اقدرش اكسب بطوله، بس لازم يبقى عندي تفوق بدني وتفوق فني اقدر احافظ بيه ان انا اوصل للبطوله. هكتور كوبر في المؤتمر الصحفي قال لم يحالفنا الحظ وانا حزين لعدم سعاده الشعب المصري، لكن الاجهاد البدني لم يسعفنا في الشوط الثاني. لما سالوه بقى عن ده نهائي جديد بتخسره وبينضم بيبقى 13، قال خلاص انا ده شعور مريت بيه قبل كده وتعودت على كده. متعود على كده. هو حصل مشكله امبارح في المعسكر لان صحفي دخل الاوتيل وساله نفس السؤال، هتخسر بكره؟ لا، قال له لو في حاله خسارتك بكره يبقى كده الخساره رقم كام في النهائيات؟ فان هو ان انفجر فيه جدا وانفعل و ده كان صحفي مصري ولا مصري؟ هو ده بيحصل يا لطفي؟ يعني في حاجه اسمها النحس كده فيبقى في نحس مسيطر ولا ايه؟ ما الحظ كان معانا اول خمس ماتشات. لا، هي الفكره فيها سبحان، هي الفكره كلها بتبقى ماشيه ازاي. بلاش نوصل لنهايه كاس العالم مع فيكتور كوبر. احنا مش هنوصل، احنا مش هنوصل نهائي، بس في النهايه يعني ايه؟ محدش عارف على فكره. انا مش مؤمن بعمليه النحس ومش النحس، يعني اكيد في توفيق وفي تقصير. بس الكل عمال يتكلم بعد اذنك كابتن لطفي على الاجهاد، يعني الاجهاد واضح. وداليا بتقرا اهو بتقول لك الراجل بيتكلم على الاجهاد. واضح صاحبي جدا. يعني تخيل ان انت بتلعب على ملعب سيء وخلاص انت اتعودت عليه، والملعب النهارده سيء، الملعب كويس، لا الملعب الاولاني رطوبه 75%، ايا كانت الرطوبه ايا كان اللعيبه اتعودت خلاص على الاعاشه هناك، ما عادش فيها مشكله، لكن كم الاجهاد ما بيلحقوش يريحوا ما بين ماتش وماتش. حضرتك لعبنا اول 16 يوم خمس ماتشات، ده رقم كبير طبعا، رقم كبير في ظل هو معتمد الاتحاد الافريقي ان عندك بدايل ولاعيبه، ان عندك انت ما عندكش، ما فيش عندك فاضية. خلاص ما فيش حد. ايضا عندك صلاح بيلعب مصاب، شريف اكرامي خد فتره يتعالج، الشناوي روح، مروان محسن عمليه رايح المانيا يعمل عمليات، كهربا انذاري. طب انت الدنيا عندك صعبه جدا، فهو ما عندوش ورق تاني.
عشان اقول ان الراجل نحس في النهائيات او ان الراجل يعني انا مش مؤمن بمدرسه النحس ومش مؤمن بمدرسه ان ايه ده يلبس رقم كذا يبقى فال كويس او يلبس رقم كذا يبقى فال حلو. انا مش اي عمل في الدنيا مش مبني على كده. اي عمل في الدنيا مبني على ان انا بحقق نجاح. في عوامل بتساعدني فبحقق نجاح. بالزبط. العوامل دي ناقصه فما بحققش النجاح او بحقق النجاح الناقص وليس المكتمل. طب في مباراه النهارده مين النجوم؟ لا يعني طبعا بظروف الجون المباراة. بظروف الجون للنني وان هو راجع من اصابه برضو بنحطه على التراك. ما اقدرش اغفل دور علي جبر وصلاح. الباقيين كلهم زي بعض زي بعض. خلينا نطلع فاصل قصير نشره راس الساعه ونرجع تاني نكمل حوارنا مع زميلنا العزيز الناقد الرياضي الكبير أستاذ لطفي السعان. عايز اقول لحضرتك ان العالم كله كان مهتم بماتش مصر والكاميرون. النهارده هاشتاج مصر والكاميرون خد المركز الاول في العالم. تخيلي داليا. وده بيأكد انها ماتش غير عادي. خلونا اجدد التحيه وارحب بالناقد الرياضي الكبير زميلي العزيز استاذ لطفي السعان. اهلا بيك لطفي. وتحياتي لزميلتي رائده تويتر في برنامج المصر افندي. عندك كام فلورز النهارده اللي هو كام المتابعين بتوعها؟ انا راجل شغال فيسبوك بس على باب الله يعني. بس هي ما شاء الله نشيطه يعني. زمانهم زادوا بعد الحلقه. طيب ارسنال بيقول للنني لا باس نحن فخورون بك. اما روما فبيقول لمحمد صلاح نحن في انتظارك واشتقنا لك وحشتنا. واحنا برضو مشتاقين لمحمد صلاح والنني في تصفيات كاس العالم. قول لي نتيجه زي كده وخروجنا من البطوله ياثر على كوبر واللعيبه ولا اللعيبه واخده على كده وهتدخل في اجواء تصفيات كاس العالم على طول؟ لا احنا عندنا الاحداث بتاخدنا بسرعه. لكن سيبقى المهموم الاول هو هيكتور كوبر. لانه المهموم الاول. لانه كان اقرب واكتر واحد يحتاج الى النصر في هذه البطوله. عشان النحس يتفك. ان هو يفك. لا عايز اقول بعد اذنك يا لطفي برضه وبدون قطع حديثك عيسى حياته. وعيسى حياته برضه يعني لانه كرئيس الاتحاد الافريقي كم و20 سنه ولا كم و30؟ الراجل كل بطوله مصر توصل فيها للنهائي مع الكاميرون تكسبها. يعني ده افضل تكريم افضل تكريم يعني ناس كتير عيسى حياته. لكنه لم يكن افضل تكريم لكوبر بصراحه. لكوبر هندخل اجواء التصفيات بسرعه. الراجل ده اولا انا بحترم فيه ان هو استحمل كتير من المدربين المصريين، استحمل كتير من الفضائيات، استحمل من الاعلام، استحمل انتقاد غير عادي. هو ما حدش فكر في لحظه ان هو بياخد ان منتخب مصر ده مشروع انا بتبناه بعد 6 سنين بدعمه بعد سنوات من الغياب، بعد سنوات من الخروج المبكر من التصفيات. ما حدش فكر في ده. لكن الراجل استحمل كتير جدا وشاف معاناة كبيرة، لانه طبعا وسائل الاعلام بتوصله بشكل كبير لان معاه مساعدين فاكيد بيقعدوا بيتكلموا، واكيد اسرته لما بيبقوا موجودين بيتقال لهم برضه اللي بيتقال ايه في الجرايد والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي الراجل شاف كتير. لكن اللي انا بأمله ان احنا نغير النظرية الهواية اللي عندنا اللي هي التقطيع من اجل التقطيع. لا بالعكس، يعني ممكن انتقد اسلوب، انتقد فكره، انتقد وجهه نظر، لكن يبقى في لها بديل. يبقى في لكن انتقد بدون عرض البديل دي. خليني انوه استاذ لطفي ان طائره منتخب مصر ستصل مطار القاهره باذن الله
10 صباح اليوم، لان احنا خلاص بقت الساعه 12 وربع بعد 10 ساعات من الان. وانا رايي ان داليا وانت بتضم صوتكم لصوتي طبعا. عايز الجماهير تروح تستقبل منتخب طبعا. لازم لو انا بتعامل مع حضرتك على المكسب بس ده مش كويس، ما ينفعش لان ده نوع من انواع الابتزاز. لو كسبت هتبقى في ضهري، ما كسبتش خلاص انت سبتني. لا انا مع حضرتك ان لازم الناس تكون موجوده وتقابلهم. ويعني منتخب الكاميرون عمل لهم ممر شرفي وهم طالعين ياخدوا الميداليات، بيحييهم على الاداء اللي وصلوا له، وان ده منتخب مصر برضو ما زال هو المتسيد بسبع بطولات في افريقيا. فلابد ان انا احترم ده في لعبتي، واديهم احساس بان كاس العالم أهم والنهاية نقطه فارقه لينا، وزي ما جمعتونا النهارده هنتجمع في الاستديوهات وجمعتونا في الشوارع وجمعتونا في الكافيهات، عايزين تجمعونا برضو في كاس العالم بشكل الا لو أكبر. الشعب المصري شايف ان هو هيوصل للنهائي في كاس العالم. لا انه احنا مش هنوصل للنهائي، حاجه ثانيه بقى. مش هنوصل للنهائي. ليه ما نقدرش نكرر انجاز الكاميرون سنه 90؟ وارد، بس انت يعني محتاج اجيال. طبعا يعني محتاج اجيال، محتاج احتراف، محتاج منظومه تتغير في دوله. ده مش موجود. خليني اقول لك لطفي بعد اذنك انت وداليا، ان الشعب ربما كان محتاج فرحة. هذا النصر وهذا الفرح. تمام. وان بعد مباراه بوركينا فاسو يوم الاربعاء الشوارع كلها كانت زعيق وهيصه والكلام ده، احنا برضو كان عندنا ولا تزال ظروف صعبه اقتصاديه والكلام ده، وكل واحد كان عاوز يفرح. يعني احنا بنقول للناس يعني وصول المنتخب للمركز الثاني، بس كل واحد كان عايز المركز الاول. ما فيش شك احنا طماعين. انا طماع. كلنا طبعا. انا طماع عن نفسي، انا اتكلم عن نفسي، انا طماع، انا عايز اكسب. مش ليه ما افرحش؟ ليه ما ابقاش مبسوط؟ ليه ما ابقاش ولادي في فريق منتخب كره القدم ده مقدم لنا نموذج كويس لاطفالنا لاجيال طالعه؟ يغيروا فكرنا شويه. يعني هم يعني ياخدوا بايدينا من المحليه للعالميه، يعني يطلعونا خطوه لقدام. انا مطلوب ان انا المنتخب الوحيد اقل عدد لاعبين محترفين في اوروبا، في افريقيا. انا المنتخب الوحيد في البطوله. طب هاني ابو ريدة قاعد مع كوبر بكره مثلا، مفروض هاني ابو ريدة رئيس اتحاد كره القدم المصري يقول ايه لكوبر؟ هيقول انا بشكرك، احنا ما كناش نتوقع ان احنا نوصل للمركز ده، لكن املنا زاد بعد وصولنا للدور النهائي، وكنا نطمع ان احنا نحصد اللقب الثامن، لكن ما فيش توفيق. واتمنى التركيز في كاس العالم، لان دي البطوله الهامه بالنسبه للمصريين، لان احنا من بعد كاس العالم في ايطاليا 90 ما وصلناش كاس عالم، فبنحب نوصل كاس عالم على الاقل نكسر جون مجدي عبد الغني ويبقى في جون تاني ينزل لنا داليا. مسكين في مجدي عبد الغني. طب تعالوا نشوف العميد احمد حسن كتب تويته بيقول فيها: خسرنا بطوله وكسبنا جيل جديد وشعب توحد تحت علم مصر، شكرا رجاله مصر. جيل جديد، احنا متوسط اعمار اللعيبه جيل جيد. جيل جيد. اوكي. بس احنا معانا زي ما داليا، وداليا ما غلطتش، احنا معانا جيل جديد. احنا مش مختلفين. احنا الجيلين في مصر والكاميرون جداد. انما الجيل جيد، انا بقول جيل جيد لسبب. النهارده مين كان يقول ان عمرو ورده في منتخب مصر؟ مين كان يقول ان كريم حافظ في منتخب مصر؟ احنا متوسط الاعمار عندنا ايه؟ 27 ونص؟ يعني نسبيه، يعني ممكن تبقى 26 او 25. اللي رفعها الحضر. انت اعلى واحد عندك الحضر. ويليه الاربعه القدام اللي معاه. احمد فتحي. احمد فتحي والمحمدي وعبد الشافي. ايا كان الجيل اللي موجود ده، الجيل اللي موجود ده قدم نفسه بشكل كويس جدا. بقت في فرصه للناس. لا احنا تريزيجيه مش هيستمر بلجيكا كتير. يعني بلجيكا دي بتبقى محطه للدوريات العالميه الكبرى. تريزيجيه اكتشاف
في البطوله. لا اكتشاف في البطوله، هو يعني كان ليه دور كبير في يعني في تفوقنا على غانا في تصفيات كاس العالم. وما ننكرش ان هو لاعب جيد جدا. كريم حافظ برضو لاعب كويس، اي نعم اول ماتش دولي ليه كان صعب عليه، لكن بطبيعتنا احنا بننسى بسرعه. لكن لازم يبقى في حافز ليهم انهم يظهروا بشكل اكبر، اكيد يبقى عندنا صف تاني مختلف. ان محدش مدرك ان مصر تلعب من غير راس حربه. يعني احنا اخر راس حربه كان عماد متعب. ما انت بتلعب ما فيش راس حربه، فانت يعني برضو دي نقطه الناس سايباها ليه مش عارف. يعني الناس فاهمه ان هو هيفضل يلعب بالطريقه دي على طول، اكيد هيبقى صعب. طيب عندي أسئلة سريعة كده كابتننا لطفي السقعان في الاستوديو. واحد اللعيبة دي احنا معانا كده منتخب لمدة كام سنة؟ 10 سنين. لا هو ده قوام المنتخب الأساسي. هو ده قوام المنتخب. هيبقى عندك منتخب شباب، هو هيبقى اللي هيطعم المنتخب الأساسي. هو ده اللي هيديك نماذج تكمل مع اللي هيخرجوا من المنتخب. ودي وموضوع تواصل الاجيال ده اللي مهم، ان انا يبقى عندي ربط بين، عشان احنا حصل قطع بعد جيل الذهبي ابو تريكا واحمد حسن وحمص وبركات الجيل ده كله ما كانش عندي بديل اطلعه بعد الجيل ده. لما الجيل ده اعتزل خلاص الكره انتهت عندي، وقفت، ما بقتش الاقي منتخب ان هو يكرر نفس الانجاز. فده مش موجود دلوقتي، بالعكس الظروف دلوقتي بتدينا 10 سنين. انا خلال ال 10 سنين لازم يبقى عندي تطعيمات متتاليه من منتخب الشباب ومنتخبات الناشئين اللي هركز عليهم. ويا ريت نفتح الاحتراف بدري اجباري في مصر، عشان ما تبقاش الانديه محتكره اللعيبه الصغيره بدري. لكن انا سيبهم بقى يطلعوا بره، ياخدوا ثقافات احترافيه بشكل افضل، ياخدوا ثقافه جديده في كره القدم، ينقل لنا فكر جديد في كره القدم، يرتقي بمستوانا التدريبي. لان النهارده لو انا النهارده عندي ماسك في مدرسه تدريبيه اقل من المدرسه التدريبيه اللي بيتعلم بيها اللاعب، اكيد المدرب مش هيبقى مالي عن اللعيبه، فمضطر ان انا اجيب ثقافه جديده. حتى هتبقى في التدريب، هتبقى في الاعلام، هتبقى في اللعيبه، في الاداره. ان المنظومه كلها النهارده، انت حضرتك بتتكلم في 1,200,000 كره مصريه، قيمتها السوقيه في العالم، في مصر مليون، مليار و200 مليون. انا دي وانا لسه هاوي، فما بالك ان الرقم ده ممكن يرتفع، يتضاعف طبعا، اضعاف في حالة تطبيق الاحتراف في مصر وتطبيق المنظومة الاحترافية. كل اتحاد الكرة لما ياخد ال 50 مليون جنيه يعمل بيهم ايه؟ بيدخل موازنة، هيدي اللعيبة مكافآت كبيرة؟ المكافآت اللي هي الوصول مركز ثاني، مكافآت مركز ثاني. وطبعا الدنيا كانت هتختلف في البطولة. كانوا هيبقوا 80 حسدناه. كانوا هيبقوا 80 وفي وكأس القارات كان هياخد مليون دولار من كاس العالم. طبعا بس ده هيدعم الفريق، ماتشات ودي الكلام ده. هي الفكره ان انت لازم تلعب ماتشات ودي. احنا ما لعبناش غير ماتش تونس بس الودي، ودخلنا كاس الامم. احنا محتاجين ناخد جرعات كبيره من المباريات الدوليه الوديه عشان نقدر نقف على رجلينا في الجاي، واقدر اواجه مدارس جديده ما لعبتهاش، عشان لما اجي اقابلها في اي لحظه يبقى انا عندي متعود عليها، واخد نفس استعداد المواجهه ليها، نفس اسلوب طريقه اللعب بعرف العبهم. زي ما هم بيلعبوني، سواء نفسيا او بدنيا. نفسيا بالنسبه لدول شمال افريقيا هم بيتغلبوا علينا نفسيا بشكل كبير، كسرنا الحاجز ده قدام المغرب بشكل كويس. اقدر اعتمد بقى على الجانب الفني او الجانب البدني في المواجهات مع البشره السمراء اللي هو انا دايما بتفوق عليها. لكن لم يكن هتوقف لطفي معاك. معانا الفقره الثابته اليوميه سؤال وثلاث اجابات. نزلنا سالنا الناس، الكوره في مصر ماشيه بالدعاء، ليه الاقتصاد المصري مش ماشي مع الدعاء؟ ادينا لهم ثلاث اختيارات. قال لك مفيش حاجه بتمشي بالدعاء لكن بالكتاب. لا، الحكومه مش محتاجه دعاء، احنا ندعي على الحكومه. الاختيار الثالث، الشعب بيدعي للي بيحبهم بس. ايه ده؟ الشعب ما بيحبش الحكومه. خلينا نشوف بقى اراء الناس في الشارع. قالوا لي الشعب بيدعي اللي بيحبهم بس. لا، علشان ما فيش حاجه ماشيه بالدعاء بس، لازم الاجتهاد. الشعب بيدعي للي بيحبهم بس. الشعب بيدعي اللي بيحبه بس.
عشان الشعب بيدعي اللي بيحبه بس. الشعب بيدعي اللي بيحبه بس. لا طبعا لازم اجتهاد، لازم اجتهاد. لا الشعب بيدعي اللي بيحبه، دي حقيقه، علشان الشعب بيدعي اللي بيحبه بس. الاقتصاد ملوش دعوه علاقه بالدعاء بيتهيألي، يعني الدعاء ما بيأثرش على الاقتصاد، الاقتصاد شغل مش امنيات. طيب خلينا نسأل السؤال لداليا ابو عمر النهارده، تفتكر الاقتصاد المصري ليه مش نافع مع دعاء؟ عشان ده اقتصاد، 1+1=2، هتدعي له بايه؟ انه 1+1=10 يعني. ما هو لا، ما هو ده حاجه 1+1=2، لازم يبقى في خطه لعب. خطه لعب لازم يبقى في خطه لعب. ماشيه حلوه مع الكوره يعني. هي ماشيه مع الكوره. هي في الكوره، لكن الاقتصاد ده حاجه ثانيه. بس هي الفكره لطيفه بصراحه يعني. طيب الفكره اللي جايه لطفي في الكوره المفروض ايه؟ احنا خلاص شرحنا للناس مفروض ان احنا وصلنا لمركز ثاني، ما كناش نتوقع ده. بطولة راحت بس قدامنا بطولات يعني. اللي جاي لازم اطبق منظومه احترافيه كامله للدوري المصري. احنا الدوله المؤسسه للاتحاد الافريقي هي مصر. والدوله التي لم تتحول الى نظام الاحتراف حتى هذه اللحظه هي مصر. طب ليه احنا ما بنتحول؟ ايه العائق؟ العائق ان احنا مأجلين ده بشكل كبير جدا، لان لو طبقنا ده اتحاد الكوره مش هيبقى له لازمه. اتحاد الكوره المصري؟ ما يبقالوش لازمه، لان بيتعمل رابطه الانديه المحترفه. رابطه الانديه المحترفه بتبقى لجنه مشكله من الانديه اللي بتلعب. طبعا دي تعارض مصالح. يعني احنا مأجلين ده علشان مصالح الاتحاد. عشان مصالح الاتحاد. لكن النهارده كل الدول العربيه مطبقه الاحتراف. الدول الافريقيه اللي احنا كنا بنقول عليهم اللي بنبعت لها لعيبه مدربين هم النهارده بيطبقوا الاحتراف وماشيين فيه بشكل كويس. انا لو عندي دوري، وعايز اقول حاجة، احنا في النهاية لو عملنا دوري محترفين كلما زادت السلعة، كلما زاد الاقتصاد، كلما زاد البيزنس، كلما زادت المصالح، هتستفيدوا، بس برضو البلد تستفيد، يعني نرتفع بالكورة بشكل اكبر، لان النهاردة دي هتبقى شركات مساهمة. حضرتك عضو في نادي، فالعضوية بتاعت حضرتك في النادي دي هتبقى سهم من ضمن اسهم شركة كرة القدم. وهيبقى فلوس كرة القدم لأول مرة بتدخل لكرة القدم فقط، ما بتدخلش لباقي الألعاب الأخرى، لأن هناك صندوق لهذه الشركة يختلف عن مجلس إدارة. يعني مش مجلس إدارة بتاع النادي هو اللي هو هيبقى مجلس إدارة نفسه في فرقة الكورة، زي ما اتحاد الكورة مش هيبقى له سيطرة على طب احنا لما نعمل كده اتحاد الكورة يعمل ايه؟ اتحاد الكورة يبقى مسؤول منتخبات بس. شغلته منتخبات بس وتنظيم مسابقات الهواة تحت. لكن الاحتراف ده هتبقى رابطة الأندية المحترفة هي اللي هتبدأ تنظم ده. احنا خلينا في نهاية فقرتنا بنشكر ضيفي الكريم الناقد الرياضي الكبير الأستاذ لطفي السعاني اللي نورنا وشرفنا النهاردة وجاي من آخر الدنيا. بشكرك صديقي العزيز. ربنا يخليكم. احنا بعد الفاصل معنا مين داليا؟ هنخرج فاصل ونرجع معانا أمير عبد الحليم المحلل الرياضي، هيقول لنا البطولة بالأرقام، هل احنا لسه أسياد أفريقيا ولا لا؟ فاصل ونرجع على طول. أمير محمد عبد الحليم صحفي متخصص في الشؤون الرياضية، ويتولى حاليا منصب مدير تحرير موقع في الجول الرياضي. له الكثير من التحليلات الفنية حول المنتخب الوطني وأدائه في الأمم الإفريقية. يرى عبد الحليم أن المنتخب الوطني بات قوياً دفاعياً لأول مرة منذ فترة طويلة، والسبب في ذلك التزام لاعبي الارتكاز بمساندة الظهيرين اللذين لا يتقدمان إلا نادراً، وأن هذه الطريقة هي الأنسب أمام الفرق الأقوى بدنياً والأكثر طاقة.